أسعد الله صباحكم بكل الخير. من العاصمة الإدارية أحييكم في أحد أكثر الأيام إشراقاً، وهنا لا أقصد الطقس فحسب بل أشياء أخرى كثيرة مشرقة في هذا اليوم. صباح الخير يا ريهام. صباح الخير يا ترك، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا. نحييكم من هنا من المقر الجديد للبرلمان المصري، مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ستشهد أروقته بعد قليل حدثا تاريخيا هاما لمصر، وكذلك كل العالم أيضا ينظر إلى أهمية هذا الحدث التاريخي. سوف تشهد أروقة البرلمان ومجلس النواب المصري في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة أداء اليمين الدستورية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إذانا بتوليه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية. هذا الحدث التاريخي الذي سوف ينعقد هنا في هذا الصرح العمراني العملاق المزود بأحدث الوسائل والأساليب التقنية والتي تتناسب مع التحول الرقمي والتطور التاريخي للجمهورية الجديدة، جمهورية الدستور والقانون والمؤسسات، جمهورية البنيان، بنيان الإنسان والمكان، المكان الجديد في الجمهورية الجديدة، وأحدث الوسائل التقنية الموجودة هنا في العاصمة الإدارية الجديدة وفي مقر البرلمان المصري، أيقونة العمران الحديث في مصر. إذن يؤدى اليمين هنا في هذا المكان حين بدأ الحلم وبدأت القصة منذ أكثر من 8 سنوات، واليوم هي فصل جديد في هذه القصة التي سوف تكتب فيها فصول كثيرة على مدى الأيام المقبلة. إذن نحن نشهد بداية جديدة ليست فقط لحقبة أو لعصر جديد أو لولاية رئاسية جديدة، بل في وطن جديد اصطلح على تسميته بالجمهورية الجديدة. كل التحية إليكم من العاصمة الإدارية.